أستاذ نور طبعا ليه ذكريات كتير جدا جدا معاه. يعني أستاذ نور الله يرحمه طبعا كان ليه مقولة كده، أول ما يشوفني يقول لي ولدي أنا هكتبك على البطاقة، لأن أنا اشتغلت 3 أعمال ورا بعض معاه. كان ليا شرف يعني والحظ الكويس إن أنا اشتغلت معاه. أول حاجة خالص كان عمر ابن عبد العزيز، ده كان مسلسل لغة عربية، وبعدين لن أعيش في جلباب أبي، وقبل ما يتعرض لن أعيش كنا بنصور مسلسل هارون الرشيد. فكان شغلي كله معاه، يعني الـ3 مسلسلات كان شغلي معاه. فانا اشتغلت كتير جدا، يمكن من اكتر الناس اللي انا اشتغلت معاها في هذا الجيل، يعني الجيل العظيم، كان الاستاذ نور الشريف. اشتغلت مع الاستاذ يحيى الفخراني، اشتغلت مع نصف ربيع الاخر، اشتغلت مع الاستاذ محمود ياسين مسلسل اسمه التوبه، اشتغلت مع كل النجوم دول. لكن اكتر حد انا يمكن اشتغلت معاه كان الاستاذ نور، وهو فادني كتير جدا الحقيقه في آرائه الفنية وآرائه الحياتية كمان، اللي كنت باخد رأيه في حاجات في الحياة كتير جدا. هو يعني كان من الحاجات اللي كان بيقول لي انه الفن نفسه ملوش أمان قوي يعني، فأنت لازم تكون عامل حسابك ماديا، يعني لازم يكون إذا ما عرفتش تعمل صاد بيزنس، يعني أي بيزنس كده خلافه، أو إنك تعمل حسابك، ما تبقاش طول الوقت كل اللي بيجي لك أنت بتضيعه كده، فهتجي لك فترة هتلاقي نفسك ممكن الشغل قل بتاع، فيحصل لك دروب فظيع جدا. يمكن الحاجات اللي قالها لي دي بشكل كبير هو كان الأستاذ نور، يعني حتى ما كنت بسأله على حاجات فنية كان يقول لي لا مش هكلمك، مش هديك أي نصائح فنية، هو انت مش خريج معهد؟ اقول له يقول لي طب خلاص هتعرف تختار كويس وبتاع، انا هقول لك حاجات حياتيه، ايه الخبره، هديك خبره الحياه، هقول لك خبره الحياه هتعمل بيها مش هتعمل بيها، بس انا طالما سالتني لازم اقول لك يعني. فالحقيقه بدات اعمل ده مؤخرا، يعني ليه مشاهدين مع ماستر سين، ليه مشاهد كتير جدا معايا في مشاهد المزاد، فجل انا عايشه في جلباب ابي، ده كان مشاهد الجميله. يعني انا هقول لك في مشهد يمكن الناس لا تذكره قوي او مش عامله عليه فوكس قوي، يعني هو في مشهد طويل قوي بيني وبينه في الحلقه ال 35، ده الماستر سين بتاع المسلسل كله، اللي بيخش لي الاوضه وبقول له انت ليه، بيقول له انت ليه بعد عني، فبيحكي له انت ليه بعد، انت عمرك ما خدتني في حضنك، انا ما اعرفكش، يعني ما اعرفش حنيتك، فانت اللي كنت بعيدني عنك، فمشهد انساني قوي. فده من اشهر المشاهد في جلباب ابي، وهو كان مشهد حوالي 13 صفحه، فكان مشهد طويل كمان، وكان جاي بعد احداث رفض عبد الوهاب طول الوقت لفكره ان هو يشتغل مع ابوه، رفض لابوه حتى رغم انه كان بيحب ابوه جدا، لكن وحتى الاب كان بيحب ابنه، ودي من الحاجات المهمه لانها قضيه حياتيه، يعني قضيه مستمره، علاقة الأب بالابن خصوصا لما الأب يبقى ناجح جدا، إنه مش في التربية كمان بس الصرامة، لكن برضو التربية محتاجة جزء من الحنية، يعني على قد ما أنت تبقى شديد على ابنك جدا، لكن لازم تحس كمان تحسسه بحنيتك عليه. فكان تركيبة المشهد بهذا المعنى يعني، لكن مش هو ده المشهد اللي أنا هقوله يمكن السادة المشاهدين. أول مرة بروح له وكالة البلح، لو السادة المشاهدين يذكروا هذا المشهد، فبخش له، فكان الوكالة كان في شباك كده، وهو كان المكتب وفي شباك على يمينه، وأنا باجي من الحارة بتاعت الوكالة كده، فبقول له السلام عليكم. نور الشريف عمل إيه بقى؟ هو ده بقى اللي يدرس، هو رد عليا قال لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو قاعد على المكتب فانتبه كده، ايه الصوت ده؟ فركز، ايه ده؟ ده صوت عبد الوهاب. معقول عبد الوهاب جالي هنا؟ اللي هو كل ده بينه وبين نفسه، مش مصدق، اللي هو كل المعاناه دي كلها عشان يجي معاه عنده ويشتغل، فجاله برجله من غير ما يقول له، فاللي هو عمل كده، وبعدين بص الاول يتاكد هل اللي بيفكر فيه ده وحاسه صح؟ فشاف عبد الوهاب. فراح قايم من على المكتب ولا طالع، وخرج من على باب المكتب
وقال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي هي فيها سنين اللي فاتت دي كلها، ال 26 سنة اللي هو نفسه كان ابنه يجوا ألف في رده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحكي لك بقى تطور اللي حصل كل ده، هي الرد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في العادي، هو ما خدهاش بقى كده، خدها بقول لك بلا. ففي في حاجات كتير جدا اتعلمتها منه، وانت مش احنا بنقول جمل وخلاص، بنردد جمل او بنقول الرد بتاع الجمل بتاعنا، انت لازم تستوعبه كويس، ولازم تدخله هنا، ولازم تدخله هنا كمان على قلبك قبل ما ترد الجمله. فدي من الحاجات اللي يعني اللي ما اقدرش انساها له يعني. ده في مواقف كتير يعني، بس ده من الحاجات اللي ما اقدرش انساها له. استاذ نور رحمه الله عليه، عايز اقول لك عشان كده الاستاذ محمود ياسين ده حد عظيم في كل شيء يعني، فنيا وانسانيا، وعمري ما حسسني انه حمايه. هو انا ابنه من ساعه ما دخلت بيته لاول مره بطلب ايد بنته، انا اصبحت ابنه. واللي بقول لك ده مش كلام، لكن ده حقيقه فعلا. طبش مني حاجه خالص، طبش مني اي حاجه نهائي. هو كل حكايه يعني، طب انت انا يعني، هو كان عارفني طبعا وسال عليا، فيعني الحمد لله كان يعني سيرتي الى حد ما كويسه. فقال طب تمام، انا ده اللي يهمني انك يعني طالما انتوا عايزين بعض فتمام يعني، انا ما عنديش اي مانع، وانا يعني يسعدني وشرفني ان انت تبقى ابني، ما ليش تبقى نسيبي او جوز بنتي، قال لي تبقى ابني. قلت له طب حضرتك يعني طلبات حضرتك ايه؟ انت عارف بقى الحاجات بتاعت الشبكه والمهر ومش عارف الشقه فين والحاجات دي، وانا كنت لسه في البدايات خالص يعني، ما كانش لسه طالع يعني، ما كانش عندي امكانيات ماديه تقدر تعمل حاجه يعني، معيش حتى فلوس الشقه اللي انا هتجوز فيها يعني، معايا جزء يعني بس مش هي، وماش برضه شقه طبيعيه عاديه يعني، طبيعيه بتاعتنا يعني. وهو ما اتكلمش في اي حاجه، قال لي ولا اي حاجه، ما تعلقش التزامات اللي تقدر عليها يعني. اصعب موقف مر في حياتي هو وفاه والدتي الله يرحمها، لان انا كنت مرتبط بيها جدا بحكم ان انا قعدت فتره معاهم قبل ما اتجوز، لان اخواتي البنات اتجوزوا بدري واخواتي سافروا على طول فور التخرج بتاعهم، فانا بقى كنت قاعد معاهم شويه يعني، كنت بدرس لسه المعهد وهي كمان توفيت فجاه، فكان صدمه كبيره جدا بالنسبه لي. يمكن بعديها ما قدرتش اقعد في مصر كتير يعني، سافرت بعديها قعدت 3-4 شهور بره مصر خالص، عشان فدي يمكن اصعب الحاجات اللي مرت بيا. الضوء الشارد في مواقف اللي حصل، ان انا الضوء الشارد رغم هذا نجاح المسلسل العظيم ده، انا رفضته 4 مرات، فقلت لهم لا مش هشتغل، لانه كان بيموت في نص الحلقات وكده، وانا كنت خلاص بطل يعني، بعمل كل البطولات تقريبا بتاعت الفتره دي، فقلت لهم لا مش هشتغل، ليه يموت في نص الحلقات؟ فهم كانوا مصممين عليا بشكل فظيع. احنا زمان كنا كل دور بيبقى مترشح له كذا اسم يعني، لكن جه على دور فارس وما حطوش الا محمد رياض بس، فقعدت ارفض ما فيش، فرحت رافع اجري جدا يعني، ضرب لهم رقم كده فوافقوا، مش عايزين، هم متمسكين بيا جدا. وانا كان الدور عاجبني بصراحه قوي، بس انت عارف كنت بساوم بقى شويه، مش فلوس، كنت بساوم انه يكبروا لي الدور. فقلت لهم طب خلاص انا هشتغل، برضه مش مغري بالنسبه لي، انتوا يعني وافقتوا على الاجر، انا بالنسبه لي الدور. فكان محمد صفاء عامر الله يرحمه الكاتب، فقلت له لا مش يعني، ما يموتش، هو يموت بقى في الاخر، يموت قبل المسلسل ما ينتهي بحلقه بحلقتين تمام، لكن ايه اللي يخليني؟ فقال لي طب انا مسافر اسكندريه وجاي فسافر وجه، قال لي يلا بقى، قلت له عملت اللي قلت لك عليه يا استاذ صفاء؟ قال لي لا، قال لي ما ولا هنسيب له مشهد، هيموت بالشكل ده. فقلت له طب انا مش هشتغل، قال لي لا هتشتغل، قلت له مش هشتغل، قال لي هتشتغل. وقعدوا عملوا ايه بقى يعني، هجوم فظيع، كان الشركه المنتجه وكان المخرج كان الاستاذ مجدي ابو عميره وكان الاستاذ صفاء عامر، وانا كان الدور عاجبني قوي، عارف انت عارفه ايه، بس ايه خايف اعمله في موت في وسط الحلقات فعملته. فكل لما نيجي بقى في برنامج
نتكلم عن محمد صفا عن النصائح عن الدور ده, وكان بيبقى معايا الاستاذ محمد صفا عامر, فاقول له السقطه الدراميه اللي عندك, فكنا بنقعد نضحك بقى على حكايه السقطه الدراميه دي, كان هو يموت من الضحك. او بقول له اوكي تعرف محمد صفا, الدكتور استاذ محمد صفا عامر ده من اكبر الكتاب في الدراما التلفزيونيه يعني, فبيبقى في برنامج وعلى الهواء بتاع اقول له السقطه الدراميه اللي عندك اللي انت موتت فارس في نص العلاقات, هو كنا بنقعد نهزر بقى على السقطه الدراميه, وهي كانت الصدمه, وهو كان عنده حق الحقيقه. قال لي حتى لو عملت الحادثه وما متش وقعدت بقى في المستشفى شويه وبتاع, وعملنا لك 30 40 مشهد في المستشفى, وقعدنا مثلا 10 15 حلقه في المستشفى, ايه قيمه القيمه بتاعه الصدمه؟ انه الناس مش مصدقه انه فجاه مات, فهي دي اللي عملت الصدمه, ودي اللي فعلا عملت. هو كان عنده حق.